الشباب شرارتنا والمرأة عزتنا كتشرف المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة فاس مكناس بتنظيم اللقاء العاشر للفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية على المستوى الوطني، واللي هاد اللقاءات الجهوية كانت فرصة لنقاش مجموعة من المواضيع اللي كتهم القضية ديال المرأة المغربية، واللي من خلالها ان شاء الله غادي نخرجوا بمخرجات باش نقدموا احنا كحزب المخرجات والتوصيات ديالنا، خصوصا ان صاحب الجلاله نصره الله خلال الخطاب الملكي لعيد العرش المجيد سنه 2022 فتح لنا مجال ديال ورش متعدده من اجل اعاده الترسانه القانونيه اللي كتتعلق بالمراه. واليوم حنا في المنظمه الجهويه وبعد تشاور مع المكتب ارتئينا اننا نختاروا كشعار المؤتمر ديالنا من اجل محاربه جميع اشكال العنف ضد النساء باشكاله المعروفه، وقراءه في القانون 103/13 المتعلق بالعنف ضد النساء. الحمد لله محورين اساسيين اللي اختاريناهم، المحور الاول هو القراءه في القانون 103/13، والمحور الثاني هو تشخيص اشكال العنف وتشخيص هذا العنف هذا اللفظي الجسدي الجنسي. وهذا العام مادام ان الحكومه حطت واحد النقطه مهمه اللي هو العنف الرقمي، راينا ايضا اننا ندير واحد الدراسه على هذا العنف الرقمي خصوصا مع مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات ديال الانترنت اللي ولينا دابا الان حنا كنعيشوا بهم، واللي من خلالهم كيتعرضوا بعض النساء للعنف واللي تطلق عليه اسم ديال العنف الرقمي. كنشكركم على الحضور ديالكم كصحافه اللي دائما كتواكبونا، وكنتمنى ان ان شاء الله من بعد انتهاء هذا اليوم الدراسي وهذا اللقاء الدراسي الجهوي على دابا يلاه سالينا الجلسه الافتتاحيه وغادي نطرقوا الموضوعين. التأمت اليوم النساء التجمعيات بجهه فاس مكناس في هذا المنتدى النسائي بامتياز اللي تشكل المحطه العاشره من سلسله المنتديات اللي تنظمهم الفيدراليه الوطنيه للمراه التجمعيه، استعدادا للقمه التجمعيه ديال المراه التجمعيه اللي غادي تنعقد في 4 مارس. هذه المحطه العاشره كما قلت من 12 محطه. هذا العمل اللي تقوم به الفيدراليه الوطنيه للمراه التجمعيه تيجي على ضوء المكتسبات والتراكمات اللي حققتها المرأة المغربية في إطار دعم المساواة ودعم الحقوق للمرأة ودعم المشاركة للمرأة على المستوى الاقتصادي والسياسي. هاد التراكمات اللي جات كلها بفضل
التوجيهات والتعليمات السديدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. اليوم النساء ديال جهة فاس مكناس في حزب تجمع الوطن الأحرار اختاروا واحد الموضوع براهينية لأهمية قصوى، وهو موضوع العنف اللي قد تتعرض له النساء سواء على عدد من المستويات، سواء على المستوى اللفظي أو الجسدي أو الإلكتروني، اللي أصبحت واحد الظواهر اللي تزعج الدينامية اللي تديرها النساء المغربيات في المجتمع ديالنا. كانوا جوج ورشات للأخوات تمكنوا من مناقشة وإعطاء العديد من التوصيات اللي ستصفع لقمة المرأة، وما فاتناش الفرصة احنا كأعضاء المكتب السياسي أن نتمنوا ونوهوا بالمجهود اللي ستقوم به منظمة المرأة التجمعية بجهة فاس مكناس، ونتمنوا أيضا المجهودات اللي تقوم بها الحكومة لصالح المرأة المغربية، وخاصة لا سيما في مواضيع المتعلقة بالشكل الاجتماعي. إن شاء الله نضربوا لكم موعدا في 4 مارس في قمة المرأة التجمعية، وشكرا لكم. أنا اليوم فرحانة أنني متواجدة مع هاد النساء ديال المنظمة التجمعية لجهة فاس مكناس، واللي كان شعار ديال اللقاء اليوم العاشر اللي هو مناهضة العنف ضد النساء بكل أشكاله. والحمد لله أنا يا فرحانة أنه كان هاد الكم كبير ديال النساء ديال الجهة اللي حاضرين، والمرأة المغربية ولات واعية بالمسؤولية ديالها وعارفة بأن الحق راه كيتخادم ما تيتعطاش. وبغي أسات يعني مؤسسين ديال الفيدرالية، لا الأخت المحترمة أمينة بالخضراء ولا السيدة الوزيرة المالية ولا عضوات يعني المكتب السياسي ولا السيدة رئيسة الفيدرالية ديال الجهة السيدة النائبة البرلمانية المحترمة الأخت زينة. فهذا اللقاء هذا هو امتداد لواحد العمل، لواحد الاجتهاد اللي تقوم به المرأة التجمعية بجميع يعني التمثيليات ديالها في الجهات وفي الاقاليم. وحنا في الجهه ديال فاس مكناس تشرفات مدينه فاس على باش تحتضن هذا اللقاء هذا، واللي الدعم دائما تيكون من طرف السيد رئيس الحزب سعيد اخنوش لهذا الهيئه ولهذا القطاع، لانه تعرف هو نصف المجتمع، والمراه الدور ديالها اذا خدات الحقوق ديالها واللي من حقها خصها تاخذ هذه الحقوق ديالها، وحنا خصنا نوفر لها كل الظروف وكل يعني ما يساعدها على اكتساب هذه الحقوق حتى تعيش يعني الحمد لله في جو مليء بالكرم وبالإبداع وبالعطاء السياسي والثقافي والاجتماعي. وبالتالي غادي تكون الأسر المغربية هي اللي تندفع عليها، لأن المرأة هي نصف المجتمع وهي النواة المجتمع. يعني عندما تكون الأسرة لها كل الكفاءات ولها كل الحاجيات وموفرة لها جميع الظروف، فانتظر العطاء وانتظر الاجتهاد. وحزب التجمع الوطني الأحرار هو كذلك يؤكد ويعطي كل ما يعني للمرأة لنصف المجتمع، لا بالهيئات ديالها اللي كاينه دابا الان والفيدراليه والتواجد ديالها. فاحنا جد فخورين اننا نشاركوا في هذا اللقاء. فاطمه الزهراء السلاسي عضوه الفيدراليه الوطنيه للمراه التجمعيه، اليوم احنا بصدد المؤتمر ديالنا الجهوي العاشر ديال المراه التجمعيه بجهه فاس مكناس. كما كتشوفوا كان مؤتمر جد ناجح بحضور الساده اعضاء المكتب السياسي وبحضور السيدات المناضلات ديال الجهه كامله. حاولنا نطرقوا في هذا اللقاء الموضوع ديال محاربه العنف ضد النساء. كما كتعرفوا هذه الظاهره ولات شائعه بزاف، لذلك حنا كنبذلوا ما في جهدنا باش ان شاء الله هذه الظاهره تقل وما تبقاش. هذا اليوم المبارك نحن سعداء باستقبال اعضاء المكتب السياسي وخاصه رئيسات واعضاء المنظمه الوطنية للمرأة التجمعية في يوم في مؤتمر جهوي للمرأة التجمعية بفاس، المؤتمر العاشر. الموضوع كما تعلمون جميعا هو محاربة أشكال العنف ضد المرأة. هي مناسبة لتأكيد التزام حزب التجمع الوطني للمرأة. وهي حية اليوم الحمد لله بعد ما جات الدين ديالنا كرمها وهي بنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات وأحسن تربيتهم دخل الجنة، كان له حجابا من النار. وكما كتعرفوا بأن أحد الصحابة كان جال عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له:
من أحسن الناس بصحبتي يا رسول الله؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك، كرمها وهي أم، وكما تعلمون كرمها وهي زوجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير: واتقوا الله في النساء إنهن أعوان عندكم. وجو أحاديث كثيرة وآيات كثيرة. صراحة الموضوع هذا في المستوى غير نطلبوا من النساء إن شاء الله بحول الله يفهموه كما هو خصو يتفهم، وحنا الحمد لله كمسلمين هذا راه خصو يكون في الدين ديالنا، وماشي مشيه من الرجال بأنهم يتكرفصوا على النساء. وهذا اللي كنقولوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.